ويوم من الايام ولعت الدنيا ناس ضد ناس علقوا بها الدنيا. مقطع من أغنية شهيرة لفيروز يصف الحرب، ولكن عندما يعلق الناس ضد ناس ببلدهم تقع حرب أهلية، وهي حرب بين فريقين أو أكثر أو ضد الحكومة بين أبناء البلد الواحد للاعتراض على مسألة خلافية لتغييرها وفرض قراراتهم. وسنستعرض لكم نموذجين، ونبدأ بشرح الحرب اللبنانية التي وقعت عام 1975. يعيش على مساحة لبنان الصغيرة 18 طائفة دينية، والطوائف هي المذاهب المختلفة التي يتبعها أتباع الديانات الثلاثة الإسلامي والمسيحي واليهودي المعترف بها رسمياً من الدولة. فعند المسلمين مثلاً السنة والشيعة والدروز والبهائيون وغيرهم، وعند المسيحيين الأرثوذكس والبروتستانت والكاثوليك وغيرهم. والقائمة بلبنان تطول منذ استقلال لبنان عن فرنسا عام 1943. رأت الطائفة المارونية المسيحية المرتبطة بفرنسا بالحضارة الفينيقية مرجعاً لهويتها، بينما تبنى المسلمون القومية العربية. ويرجع مؤرخون جذور الخلاف لفرنسا التي سعت للفصل بين الديانتين إبان حقبة انتدابها. وعندما وقع العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 بعد تأميم قناة السويس بدأت بوادر الخلاف. ففيما رفض الموارنة مقاطعة الغرب لاعتدائه على دولة عربية، فضل السياسيون السنة مساندة جمال عبد الناصر، وبعدها ساند الطرفان الفلسطينيين ودعما لجوءهم والمقاومة الفلسطينية مقابل رفض الموارنة أيضاً. في 13 من إبريل عام 1975 وقعت محاولة اغتيال لزعيم حزب الكتائب المسيحي بيير لجميل بعين الرمانة شرق بيروت. وفي ذات المساء مرت حافلة تحمل فلسطينيين بالمنطقة، اعتقدت قوات الكتائب أنها جاءت لمهاجمتهم، فأطلقوا النار عليهم وقتلوهم جميعاً وأعلنوا مسؤوليتهم، لتنفجر بعدها الحرب بين المسيحيين والمسلمين، فانقسمت العاصمة لنصفين، غربي مسلم وشرقي مسيحي. واستمرت الحرب التي دخلت على خطها سوريا وإيران وأمريكا وفرنسا وغيرهم. ورغم رحيل الفلسطينيين المسلحين بعد غزو إسرائيل لجنوب لبنان عام 1982، استمر القتال حتى سقط عند نهايتها عام 1991 أكثر من 200 ألف قتيل و300 ألف جريح و17 ألف مفقود من كل الأديان والطوائف والأحزاب. وتوصف حرب لبنان الأهلية بالعبثية، فلم ينتج عنها شيء سوى الدمار والقتل، ولا يزال لبنان يحكم بنفس التركيبة الطائفية. ولكن ليست كل الحروب الأهلية تنتهي للا شيء، ولها أسباب غير الأديان والأعراق كالحرب الأهلية الروسية. وقعت الحرب عام 1918 بعد عام من سقوط الإمبراطورية الروسية. وقتها تنافست عدة أحزاب على الأيديولوجيا التي ستحكم البلاد، بمعنى اشتراكية أم رأسمالية. وكان أكبر المتنافسين الجيش الأحمر بقيادة الاشتراكي فلاديمير لينين مفجر الثورة الشيوعية التي أسقطت الحكم، والجيش الأبيض المكون من تجار وعسكر وغيرهم ممن جمعتهم مصالح تفضل الملكية السياسية والرأسمالية. انتهت الحرب المريرة بسقوط نحو 7 إلى 12 مليون ضحية وانتصار الشيوعيين، فتغير وجه التاريخ للأبد. فلو هزموا لما قام الاتحاد السوفيتي عام 1922، ولما عرف العالم قطبا ندا لأمريكا طوال عقود. إذا أعجبك الفيديو وتود مشاهدة المزيد منه، لا تنسى أن تعمل لنا فولو، لايك وسبسكرايب.